السلام عليكم. أنا الرقيب الأول المتقاعد ظافر مالك. النداء نتاعي هذا للسلطات العليا تاع البلاد، نشوفوك شنو يمدونا حقوق نتاعنا، بوسك حاقرينا بزاف. الفئات تاع المجتمع كامل مديتو لهم الحقوق نتاعنا. لا احنا دخلنا الجيش في الفترة تاع التسعينات، كانت الدولة عندها حق زوز بابر تاع قمح فقط، الإرهاب كلانا الدم، لوينا الميزيرية الكحلة، هذا ثلج برد قمل، صحابنا يموتوا، أعصاب تنحرق، والأخير يعني ما لقينا والو في البلاد هذه، ما كانش منها حقوق. هذه ما نورمالمون صايرنا كيما هذاك المهندس هذاك الفارسي اللي بنى قصر ومن بعد قتلوه، جزاء سينمار. انا كي نسمع بلي كاين جماعة اصحابنا مبليسين مساكن راهو يشكيو على الخوخ نتاعهم في الجي، يتضربوا لابسين رجل تاع بوبي ويضربوهم. ممكن اللي ضربوا هذاك بالك في الوقت هذاك كان يلبس ليكوش. يعني الدنيا وين وصلت راهي حقرة بزاف. كيما يقول القوري اي ام فيري فيري كريزي. و كيما نقولوا ما احناش نطلبوا في حقوق، تسمى في حاجة اخرى نطلب في حقي، ما واحد ما يصدق علينا. انا نحكي على روحي وعلى الفئة تاعي. الدنيا هذه راهي ما كان والو، ولكنه الحقوق تاع الناس نورمال ما تمدوها. انتم ماكم دايرين رايكم؟ البلاد كي كانت في الخلا ولقيتونا، ونهار كي لقيتوا الخير 180 مليار دولار في الخزينة يا سيدي، وتعدلت الحالة، وليتوا تمدوا الحقوق منا ومنا اللي يستاهلوا واللي ما يستاهلهاش. هذا شيء صعيب بزاف، ويعني يكون ما لحقتش العظم الانسان ما يتكلمش. حرام حرام بزاف. والضر تشوف ارهابي مطلع فيلا وحقوق نتاعو كامل، وحنا ما زلنا نفلسو فرنسا، الناس ما زالت يعلم بها رب العالمين. يبان تولهم معنا جماعة تاع الفوق، بوسكي يجي نهار اخر ما تلقاوش رجاله كيما هكا. السلام ورحمة الله.